السلام عليكم خوتي خواتاتي، لاباس عليكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير يا ربي. اليوم باذن الله غادي نحضر معكم مسمن معمر. ندوزو المقادير على بركه الله. بالنسبه للمقادير ديال العجين ديالنا، كنحتاجو زلافه ديال الدقيق الابيض على هذا الشكل هذا، وكنحتاجو نص زلافه ديال الدقيق الاصفر فينو، وكنحتاجو ماء ساخن، وكنحتاجو ربع كوب زيت نباتية، ملعقة صغيرة ملح، وملعقة صغيرة ربع ملعقة صغيرة خميرة فورية، وربع ملعقة صغيرة بايكنج باودر. وبالنسبة للحشوة ديالنا، كنحتاجو لحمة مفرومة الكفتة على هاد الشكل هذا، كنحتاجو بصلة وحدة مقطعة، وهنايا جوج خزوات، وهنا نص فلفل احمر ونص فلفل اخضر. ندوزو لطريقة التحضير على بركة الله. دابا نعجنو العجين ديالنا على بركة الله. نحطو الطحين الدقيق الابيض، نحط معاه الدقيق الاصفر، وربع كوب زيت نباتية، الملح ديالنا، والخمير خميرة الحلوة والخميرة الفورية، والملح، ونبداو نخلطو العجين ديالنا. العجينة ديالي حطيتها في هذا البول هذا، وغطيتها على هذا الشكل، وغادي نخليها ترتاح وندوز معكم باش نحضروا الحشوة. اول شيء غادي نحط الزيت ديالي على هذا الشكل هذا، نزيد عليه البصل، لا نزيد عليها الفلفل ديالي والخبزو، نحط حتى الكفتة ديالي حتى هي. وهنا البنات بالنسبه للعطريه درت القزبر ديالي ومعدنوس، ودرت ثومه، وهنايا غادي ندير بابريكا، وهنايا الخرقوم البلدي، البزار، الملح، كمون، وهنايا المنون الاصفر. صافي نحرك المكونات ديالي على هذا الشكل هذا حتى توجد، ونرجع معكم ان شاء الله. وهنايا من بعد ما طابت لي الحشوه ديالي على هذا الشكل هذا، والعجينه ديالي ارتاحت، دابا غادي ندوز معكم باش نعمروا المسمن ديالنا. بسم الله.
سرحوه مزيان، تلقوا العجينه حتى تولي رقيقه. على هذا الشكل هذا دابا نحط الحشوه. نجمعوا المسمن ديالنا على هذا الشكل هذا. صافي، وهنايا خديت لاطه على هذا الشكل هذه، غادي نستف فيها المسمن ديالي. عاوتاني نديرو نفس الطريقة، نسرحو العجينة ديالنا مزيان، ونحطو الحشوة ديالنا على هاد الشكل. نجمعو المسمن ديالنا على هاد الشكل هذا، كيجي على هاد الشكل. ونبقاو على هاد الطريقة هذا حتى نكمل الحشوة ديالي كاملة، ونرجع معاكم. وهنايا بعد ما كملت العجينة ديالي ديال المسمن، خديت صفر بيضة غادي نطربها على هاد الشكل هذا. غادي ندهن بها المسمن ديالي على هاد الشكل. راني شعلت الفران على درجة حرارة 380 باش ندخل المسمن ديالي ان شاء الله. هنايا عندي حبة كركة، أنا كتعجبني في المسمن، نزوق على هاد الشكل هذا. صافي دابا ندخلهم يطيبوا إن شاء الله، ونرجع معاكم ونوريكم الشكل النهائي ديالهم. وها هو المسمن ديالي معمر وجد، كيجي على هذا الشكل هذا. كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم، وما تنساوش الاشتراك في القناة والضغط على الجرس واللايك، وتخليوا لي تعليق اسفل الفيديو. وشكرا على المشاهدة، ونتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله، ومع السلامة.